السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل صينية الأرنبيط بالجبنة، وهنحتاج ليها أرنبيط مسلوق نص سوا، وجبنة وكوباية جبنة شيدر مبشورة أو أي نوع جبنة، ورشة ملح، رشة فلفل أسود، وكوباية لبن، وبيضتين. وعليها رشة الملح، وعليها رشة الفلفل الأسود، وبيضتين، نحط عليهم نص الجبنة، واللبن، الخليط ده كله على الأرنبيط. هنقلبه الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. في صينية الأرنبيط بعد ما خرجت من الفرن، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وسبسكرايب على القناة، واكتبوا لنا في الكومنتس أفكار لفيديوز جديدة.